فايديسين دونا شيخنا شيخ محمد شيخ علي موليد موضوعنا شيخ يونس دياري وعاودوني من لو ذا قوي هاي حرر نفسك من السجن نفط هذا كحرى تشيلك كله موضوع قيمة بدن سنفط تشيلك لو حرين يو موضوع فلسفية وحلقة يا عقل يا بلادنك أما عقوش يعني كسر العصا نفط تشيلك كتير تلا قصار يو نف نوعية كله موضوع شيخ وقرنا يوم يلاها نفط كبح عصا تشيلك يو صايش لقى قصار يو ينفط يبقى كبح دونته إن شاء الله تعالى شيخا وبحضونا فليتفضل مشكورا ومأجورا جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. والله يال ما حد إلهي أي دمانتي أي أسبناتي وحعاوى شرف وين ورنهانتي كلمة أنا كعبري كرين إيه إنان مسجد كان مسجد كي علي متان مقالة ذهر قيسة مسجد كان وين تاريخ ذيسة يقيمها أوليها أين قرانا إنه مسجد كان أين قرانا إنه علماء خير كقبتة علم قبضان أهل الفضل قاء أي هبيني مالي وحكد قيان علم قنا أي دتك كفا فينا يندح ذيسة إن عاوى فرصد ليسي أنيقو مسكينة oo culimadu ay yiraahdaan bal kalmad yar oo kooban ku yara tuur waxa weeye run ahaantii waa waxaanan cabiri karin weey waxa kaloo caawa cabsi weyn aan ka qabaa anigoo aad u arkaysaan inaan ahayn in xoog weyn laakiin cabsidu way ugu badan tahay soomaad garan marka haddaan kursiga ka cararahay la yaabina maxaa yeelay indhihii culimada saa isoo wada eegaysa allahumma allahumma astur allahumma astur waxaan leenahay ilaahow deenna astur wasadid إله هو حوية وحن أرانا نوح ولاكسره سديد ركي البان لنا الشيخ محمد آذن يا الشيخ محمد علي أن إلهي سبحانه وتعالى يا علوم هذا مقال هذا يا ودك بقى إلهي يا نوح في آمين لها بحاية لعلوم الآن وإن دل أنوي دينا علوم الآن دد إن دل نقول ما إنه وحوية إن وين إن دبالة إن أوي بركين علوم هذا إلهي سبحانه وتعالى يا نوح في ذي أين إلهي سبحانه وتعالى أين كبر ينا مركا سيدا محمد هذا الشيخ محمد آدم وتلمامي وحوي أنجو وحكيمي نلقى لويقة ندبدة أما غربية ولما خاصة ماشان إما كيرور إرتاج جزيرة ديرو يرور إرتو إما ك وحنسكوها إنما كبر حضان يورو مساحة كبر هنا جزيرة ده زان كيمي برايم مينستر كيجا حتى كونفيوس بكو داعي بركادر عاو وحكا ليه كونفيوس نقطة هاي لا يعبنا إلا بريت أبا كيمي حالا دوا كونفيوس صمد كان بركادر دي فهمي وإذا العاو وحوي بريكسيت ونكسر هذا wax kale ka soo qaadina marka xaaladu horta waa sida weey marka anigu halkaan idin kaga imi waa halka weey marka culimada ilaahay khayr ha siiyo culimada na soo siyaarta every now and then waxa weeye sheekh maxamed aadan iyo sheekh maxamed cali gadle iyo sidoo kale sheekh dirir sheekh mustafa culimadu aqta naga ma qaado ilaahayna waxaanu ka baryeynaa inuu caafimaad iyo cimri dheer iyo amal wanaagsan culimada ilaahay subhanahu wa ta'ala u kumanaysta aamiin dhah culimaduna inay mar walba na soo siyaarato waliba dadkayaga doonta khatarta saaran markab khatar baan u saaranahay dadkayaga dibadaha jooga qarbiga oo dhan
هذاي نقطة محنكو إلى هذا يوروبتن هذاي نقطة قلادة حقة نجس حكتا كندا يا نورث أمريكا حقة نجس حكتا هذاي نقطة إلا أستراليا هذاي نقطة نيوزيلند وحويه هولو مسهلنا مركب وحويه إني علماء ذو مربى نوي مادان وين سوز يرتان وحويه شرف آلي آدوين يوناك بدن بينوطه مركب أنا ورا عاوة هل كان وسوا جاري مقالة هل كان يان محنكو ده كان جوره هنجرت شو جبرانو بدنا دور هبين نيم مكوا حد شو مقالة ده هرجيسة وحوي ده مساجد كيجي تاريخي قاها إن عاوة أن محنكو إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى فرصة قيمة هلا وينود السيء إن إنه إلهي سبحانه وتعالى إسحسوس إنه وحوي سان شاقي وحقيته الشرف آدي آذوين وحوي سان شيخ عمر كهرباء إذين تلمامي كلمة ذا إنجليزي ذا وحكو تورتورا أفسومالي جوا بريك الدحى هداي ميل كنا عظم مرة كغير خود هاي لا يابينا make excuses for me إن شاء الله يه excuses قال واحد وارو وذاتكو وحوي وفيش chips وين آذوي مرة كسا ولا صعد إن شاء الله سوما إذا قال هداي مرة كغير خود ميل كبح صتو هاي لا يابينا style كانوا حلينا style كانوا حلينا وحلا جي يابا دت كوضياش هالك فردي علوم هذا هالك فردي ذا style كودينا نو هاي نو يلاذات وارو وذاتكو سدوه هلي مرة كانوا دليار الله الله ku jirada gacmahan kala hadla fair kan u dubta sometimes marka aday waxa si dhacaan culimadu hayu cudur daarto soomaad gar marka insha Allah taala saab saab in kaga dhigayna laakin caawa mowduuc caawa fair kan ugu yareeyni mowduuc aan ka hadlay mowduuc fair badan u baahan ma caawa mowduuc u baahan nabad galiyo iyo wax weyn umuru deganaadaan waxaan insha Allah taala mowduuc caawi marka haduu ilaahay yiraahdo waxaan ku bilaabanayaa insha Allah taala إن إلهي سبحانه وتعالى سدى وآيدي أينمك أخرين يؤيري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قول سديدا ما حدع عيادات قول سديدا صحة تلاهديد ونكسن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين إن شاء الله تعالى هذا الموضوع أنعاوى ka hadli doono an naftay ida marka ugu horeysa xasuusinaya sida oo kale walaaladii aan xasuusinaya halkan jooga rag iyo dumarba waxa weeye dumarkana waa inaynu mar walba xasuusnaano oo aynu daa tilmaamno weeye waxa weeye waxa loo yaqaan maxaan ku jiraa anagu hadaanu rag un la hadalo waan la qabsanaya waxaan lagu oranayaa anti feminist baatin dumarka ka soo horjeeda marka rag iyo dumarba inaan de mahashallah message ku wada fadhiya rag iyo dumarkaba marka insha Allah taala labadooduba hadalku waa ku socda haddii Ilaahay yiraahdo yaana is oran wadaadku dhinac buu wada insha Allah taala labadoodu way nagu socdaa haddii Ilaahay yiraahdo aan marka Ilaahay waxaan ka baryayna qowl sadiida inaan ilaahdo aan Ilaahayna subhanahu wa taala inagu wada anfaco wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin Ilaahayna waxaan ka baryayna alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu inu inaga yeela insha Allahu taala waxaan doonayaa marka naftayda ee nafihiinaba inaan idin xasuusiyo inaynu xogaa dib inuu yara baxayna we need to go back waxa weeye we will take one step back marka waxaan is xasuusinayna waqti ayna jirinba qof walow baado jiraan baad saragtay soomaa waqti ba jiray adigu oo aan jirin ay jirtay ilaahay waa kan quraanka ku yiri hal ata ala al insani heen min ad dahri lam yakun shay'an madhkura aw la yadhkuru al insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'an wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an masajid kan inu joogno wa masajid ilmi wi wa masajid talabatu al ilmi ku xiran culumada wax ka dhigaysa imika sheekh maxamed aadam intaanan soo fariisan masajidka salaada magrib aanan tukan waxaan ku yiri sheekh masajidka taariikhdiisa in yar iidul mar waxa weeye sheekhu taariikhda masajidka waa iidul mar siiro aad qurux badan oo kooban sida oo kale duruusta iyo ilmiga iyo waxa weeye khayrka ka socdana waa ii sheegay marka waxaan iri allahu akbar waxa weeye de masajidka anagu markii hore baheynay warka maxaan ku jiraa khayrka masajidka ka socda iyo wanaagga ka socda imikana waxa weeye de waxa ay si ziyaday maxaan ku jiraa jacaylkii iyo khayrkii aan masajidka ka aamin sana ayaa isi ziyade marka masajidku waa masajid cilmi laakiin mar qof walba oo dhashay ama qof kasto yimi adduunkan markuu yimi cilmi ma lahayn wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida taru muxuu ilaahay samciga iyo absaarka iyo af'idada muxuu inoogu sameeyay maynaa social media ku mashquulna taru wala wal af'ida la'allakum tashkuruun inaan ku shukri naqra ilaahay subxaana wa ta'aala shukriga waxa kamid ah in cilmiga aynu barano shukriga waxa kamid ah in aynu dhageysano mawaacida sida hadalka imika kalmadan in halkan u fadhino oo kale inaynu dhageysano insha Allahu ta'aala cinwaanka marka kalmada caawa cinwaankeedu waa laga yaaba wad akhrisateen waxa leedihiin talo muxuu wadaadku uga jeeda maxamed cali what does he mean muxuu gala jeeda
حرر نفسك من السجن وحوي free yourself from prison وحوي نفت هذا كسي دا شلك طلو شلك كتير توا نعمة دتك هل كائن كفرية أما دتك مجال هذا أحمرية هذه مكان سودينا ونرانو وردتكم محرحينيين مسددتكم هو free وحلقة يا بقى إنه أرجع ندتكم بدن كيسو إنه free هاي هذه اللي يقول هذا يا حرام وحلقة يقول أنت شلك نحكي كتير تحرام inta jeel ka dhacay ku jirtaa xiran iyo inta saldhigyada fadhida caawa laakiin waxa laga yaabaa qof magaalada jooga oo xiran inuu jiro adigoo magaalada jooga oo hadana xiran waa macquul waanad xiran tahay laakiin marka maxaynu ugala jeednaa xarir nafsaka min asijn maxaynu ugala jeednaa qof waxa laga yaabaa inuu jeelka ku jiro jeelka loo yaqaan midalan jeelka qabyaalada qof baa halka ku xiran وقفكاسي حرب بعضه هاي ستان لكن قبيالات بتشيل دكتي وحوي وقبيال قفكاسي تشيل قبيالات بكتشرة قفوحة كتشرة تشيل قف قفوحة كتشرة تشيل كلو يقانه العجرادسك وحوي هبين يوم معلم بالعجب الرادينية قفكاسي تشيل العجرد بكتشرة العجدون قف بعضه حلا جاي بعينه كتشرة تشيل محلو يقانه سوشيال ميديا وتشيل الجلوي وتشيلش الجلوي كم بتاعي qof ba jeelka galayo waxa laga yaaba gurigu saa habeen iyo maalin wuxuu ku sii jeedaa waxa weeye social media qofkaasi wuxuu xiran yahay social media qofii wuxuu xiran yahay jeelka wuxuu ku jiraa zinada habeen iyo maalin wuxuu ka fikiraya war caawa xagaad ka heshaa talo where you gonna go tonight caawa xagaad ka helaysaa in yaro maxaan ku jiraa dad 50-50 you know sawadka caawa xagaad wax ka helaysaa marka qof waliba sibi ku jiraa dhalinyarada way qosqosleysaa oo red dhalinyarada smile ka way bilowday moqta they know what I'm talking about dhalinyaradu way fahmayaan waxaan ka hadlay marka qof waliba jeel nooc ah ku jiraa qof baa waxa laga yaabaa inuu ku jiro jeel maxaan ku jiraadaa ah sidaan u dhoofi lahaa talo how can I make tahriib you know sidaan u tahriiba oo kale waa jeel kale jeelashu marka way farabadan yihiin qofina jeel wuxuu ku jiraa qof bini aadanaba waligii inaanu cafiin qofkii khalad ka galaaba meel buu xir ugu guntaa dhag waariya kaasina wallahi bari buu xir waariya kaasuba ma laybaba tusaba maxaa yeelay war bari buu saayib sameeyay waa jeel kale qof walba meel buu sibuu xiran yahay marka caawa qof walba iswaydiiyo waxa tirada war jeelka aad horta ku jirtaa waa nooc ma wii marka insha Allahu ta'ala waxaanu doonaynaa su'aashan inaan iswaydiino dambi dhaaf alla ma doonaynaa haami samaya jawaabtu waa maxay waa haa soomaa janna inaynu galna ma doonaynaa soo haa maaha qofki janna doonayo gacanta taag ma sha Allah baaba lagu taagay ma sha Allah alxamdulillah allahumma ij'alna min ahli aljanna amin laha waka waxa weeye de ilaahay subxana wa ta'ala niyadaydu taalacanaya marka qofka caawo markuu yiri waanu janna doonayaa su'aasha hadaba ku xigta waxa weeye jannaan doonayaa inaan galee talo jannada iyo magfirada ilaahay dariiqyada lagu helo maxaa kamida إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحاو إنو قشيغي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كو إنو يهمد إنو قهانو نينيا إنو قتو سينيا the best way possible سيدا أقوى ناكسن يا الدريقة أقوى ناكسن يا فكرة أقوى ناكسن بقرآن كو مروا البين السينيا إلهي سبحانه وتعالى آيات كقرآن كسورة آل عمران كتشرا وحاو يري وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إلهي أطيع رسولك سأطيع for what reason لعلكم ترحمون وحن مذنتين إن لذين نحرست نحرس إلهي بعد ليس طب إذا آيات كل حكتم حول إلهي لي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن أعدت للمتقين وحاول إلهي لوحد أوترتنتان oo u kala tartantaan oo aad u carartaan oo qof walba qofka kale aad isku dayda inaad uga dheereysid aayadkeenu ma ka suuratul mutaffifin akhrinay maxaa kamida falyatana fasil mutana fisun in loo kala dheereeyo way marka ilaahay muxuu yiri waxaad u kala dheereysaan ila maghfirati min rabbikum dambi dhaaf xagga rabbigiinka ahaaday u kala dheereeyo maxaad kale u kala dheereeyneysa wa jannatin arduha as-samawati wal ard janna بلاركيد يبلعد يحي السماوات والارض يا لو دياريه جنده وعده للمتقين ددك متقين تابا لو دياريه واحد موديسا قف انه الهي ويديو ير الهيو ددك متقين تا اي منهم الهو ددك متقين تا هو كوما كيبا انه اورن كارينا وا متقي قف متقي اهي تلو صفاتك او ليهي وا صفاتك الهي دبنا صفاتك سبينا سي او فيرسد مركبه وا لاينو شيغ الذين ينفقون في السراء والضراء
وحوي كوا وحبيحية مركي وح ونكسن هيان يا مركي وح ير هيان مركو بنجي جبوحه محان كويرة هذا بنجي هذا دوت دك كويرة أنا وح نقنا باكليس بنك يا محان كويرة هذا هتش بي سي إذا كوا بنجي ذي نوا بنك سلام سمع يا محان كويرة ذهب شيل يا تلسم وحوي زاد ك هدو بنجي جبوحه وحبيح الذين ينفقون في السراء والضراء كوا وح بدن هين مرك ما لين تاي كوا يرى أذك تاينا وكوا وح بحيوي قف كمتفقة قف لو بيسوي دي وح ما بحسه هذا وح بحسه وقت كبر وح بحسه طب أنا محوي لهاي كل حد شيء صفة الله بعد كل حد توفير صلاة الذين ينفقون في السراء والضراء وحوي لهاي كل حد شيء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ قل هذا عرض قرصن كريسة سؤال سوي دي عرض هذا ما قرن كرتها That's the question. وأقوم أنك عردي سقرن كره، وقرصن كره يا مركب وحلو قصة بيو، إسخبن كره. والكاظمين الغيظ، وصفة الله بعد، قصة صفة كوسي حكتو في الصو، والعافين عن الناس، قال هذا دتك عافين يس، عافسك، إن ليس عافيو، وصفة كسي سريسة أو كسي قريبة بدن، إن عرض هذا قرن كريش. إنك خوفك كا على السيء، إيه كوني باي، إيه دبعتلك كو جيستي، إنك أورن كريسي دورني خوفك وعافي، ويجعفي خوفك عسي، ويجمع سامح، مأورن كريسا، والعافين عن الناس. طب إن إلهي محير، والله يحب المحسنين، إلهي وحوج عليها قل ذا محسنين تعال. طب إن صفاتك إلهي والسي وضي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وحوي ابن آدم بيننا كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون رسول صلى الله عليه وسلم محير بلا آدم باتوات خلط ميسا قف كستو إنا بني آدم خلط باك النعية شيخ نقو شريف نقو عاقل نقو سلطان نقو تاجر نقو مسكين نقو educated نقو intellectual نقو whoever you are prone to become upset and to make mistakes وحالغا يابا إنا يكاد عضو إنا عالوتيت يا إنا تخلت سميسي إنا دم بي ودم بكاد قف بناء ذا نبته تبدأ إلهي محير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قل هذا سمر كأي فاحشة سميسو أما النفط هذا أي ظلمسو مركب يا حسوستان ذكر الله إلهي بحسوستان وحد سوي ديسا إلهي ما حسوستا مركب وحكاد عن ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم تبدأ إنا مركب سيدم بداف إلهي ويدستان ومن يغفر الذنوب إلا الله قفا إلهي أهين أدم بكاد عفا يا مشرى وميوي طب إن إلهي محيري ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قل هذا سيقول كسي سعت الدنب أي سميان معها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها القرنية ورقف ولو بالدنب جينو قعنت كل تشرنو وين ترى هذا ور أنا بالدنب جسان قعنت كل تشرى أن قعنت كلبحو وحلا جيا بدت كقار وحلا جيا با وحيابها عالم كني نمت تشوبنو تكنولوجي كلي وادفانس بينو نقلني أدب الله هرمك waxa laga yaabaa waagi hore qofka inuu xumaan sameeyo way adkaan jirtay waxa laga yaabaa inay waqti qaadan jirtay inay energy badan kaaga baahnaan jirtay inay kaaga baahnaan jirtay inaad safartid saad khalad u soo sameysid laakiin imminka adiga gurigaaga gudhiisa fadhiya ayaad waxaad awooda almost every sin possible inaad sameysid dambi kasto oo dhici karay taqriban inaad sameysid adoo gurigaaga fadhiya oo aan kaba bixin ba maxaa waxyaabaha sahlay technology giba sahlay dabadeedna waxa weeyir ilaahay muxuu yiri walam yusiru ala ma faalu wahum ya'lamun وحوي وقراء أن كسي ترحتجنا سوى ذي أو أن سي أن كسي بلح ذي سوى ذان وحاي سمينين يجو خلط بالله جايبا إما كواح الله جايبا قفي إن محنكو إرادة ذنوب تواب بذتها وكل نوع نوع ذنوب بتشر تقف كسي سرا يسقى سمايو ذنوب تأثر تلاص سمايو حكم ذا وليبا وقتي هذا الزمن كله تشوجنا صوب بذنا يسوى حكم ذا قفكو مركك قاركود إنه إنترنت كيسا سمارت فون كيسا إنه وحن ونكسنين إن بهي سكجا أجو something that happens waxa laga yaabaa habeenki guriga marka la tago waxa laga yaabaa qofku marka dadku iska seexdaan qolkiisa yar iska galaya sariirtu seexanaya bustu dusha iska saaraya dhag waxa uu sidaba latest movies mobile kala socda everything xawiye waa khatar aadim jidda dunuubti xuu ilaahay yiri qoladaasi markay khald ka dhacaan markii ba faaxisho way soo noqdaan إلهي بدن بلاف ويدستان إلهي قل الله سبحانه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قل الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى جنة أيكوا أبا المرنية إلهي سبحانه وتعالى كواه نجية لآمين دها عاوة الدبع وحين دوني النوام حي أرنتا أن درين سنحي أنا قد بدأ إذا كجيمي ودن كسان ذي شيء مدني مكيرتشو وان إن دين دي markaan dadkiisa aan indha indheeyay wax yaraaday baan arkay waxa yaraaday aan arkay waxa weey
dadkii in qof waliba qofka kale hoosta wax ugu hayo waxbaa uguntan cafwigiibaa qofku waxaad leedahay waryaahe waa balniyow ninkii hebele walaalkaa ka waran wuxuu koray masaga bini aadanba ah bini aadanba maha kaasi waa walaalkiidii warkaasaad oo niyow adeerkaa ka waran isagaaba ka daranba waa jiqjiqaati soo maad garan xaaladdu waa jiq markaasaad qof qof wax uguma dhiibi karaysid waar arkaa waxba igu soo dhibi kaa soo ma aragta waar waxa igu dhiibi kaa waxaad dareemaysaa xaaladduba inay tahay xaalad khatira jirtira dabadna marka maxaad arkaysaa dadkii inay adkaatay inta laysku dhacay ay adkaatay in dadkii walaalaha ahaa dadkii qaraabada ahaa inay isfahmaan rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam iyo qur-aankuna bal waxaynu arkaynaa tusaalayaasha iyo wanaagga layna faray baynu arkaynaa dabadeedna warkaasaan markaan arrintaa arkay ayaan waxaan idhaha daba mawduuca aad caawa ka hadlaysaa ha noqdo mawduuc dadka in shaa allahu tacaala wax tari doona qof walbana caawa markuu gurigiisa aado ama masaajka uu ka baxayo oo isagoo faa'iiday oo isbedelay oo wax bedelay insha allahu tacaala uu masaajka kala baxo iminka ingiriiska waan idinka sheekayn karaa yurubna waan idinka sheekayn karaa laakiin idinka sheekayn maayo because arrinta halkan taalla ayaa u baahan inaynu ka sheekayno wa very important taynu wax ka faa'iidayno aynu doonayno janna inaynu ku galno maqfirada ilaahayna ku helna waynu ka hadlayna mawduuca marka muhiimka aynu caawa taabanayna waxa weeye mawduuca loo yaqaano alcafu waalsafx qofka bini aadanka inuu wax cafiyo oo safxi uu sameeyo dadka bini aadanka ahi inay isa saamaxaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka siyaabo kala duwan ayuu dadka waxa uu ugu dhiirigelinayaa inay dadku iscafiyaan dadka walaalaha inay isa saamaxaan dadka walaalaha qalbiga inay isu qalbi xaaran isu hayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inagu faraya sidoo kale rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sunadiisa uu inagu faraya haddaba cafiyow cafiyow waa maxay cafigu waxa weeye waa almaxwu waaltams qofka markaad tidhaahdi waan cafiyey maaha keliya inaad wixii uu kugu sameeyey aad qarisay keliya waxa weeye qofkaasi wixii uu kugu sameeyey waad masaxaysaa taqriiban gebigiisa waa masax qofkaas wixii kugu sameeyey waxaad ka soo qaadaysaa wax kama soo qaad khalaas waad masaxday waa niyo ninkaasi ma aragtay waabuu si xun ii galay laakiin waan masaxay minka khalaas naftaydii waan ka masaxay qalbigay waan ka masaxay khalaas waan ka daayay qofka sida oo kale istilaax ahaan waxa weeye attajaawuz cani dhanb wa tarku alciqaab waxa weeye qofka waa dembigi ka dhaaftay cafigu waa maxay inaad ka aargoosatid oo ciqaab ku samaysidna aad ka daysid wey sida oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu inoogu sheegay isagoo inooga sheekaynaya qisaskii dhacay qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamay suurad baa jirta aynu wada jecelnahay inaynu aada u dhegaysanno maalin kastaad dhegaysatidna suuraddaa waxaad is odhanaysaa war suuraddani ma iminkay talow qur-aanka ku soo degtay ma rightnaaba la soo dejiyay suuraddaa waynu wada garanaynaa suuraddaasi waa suuradda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasas waxa weeye waxaanu kaaga sheekaynaynaa qasaska kuwa ugu macaan ee ugu qiimaha badan qisadaasi waa qisadee weye nebigee weye talow nabiyullaahi yuusuf waynu garanaynaa nabiyullaahi yuusuf aabbihii markuu ku yidhi isagoo inan yara markuu aabbihii ku yidhi id qaala liabihi yaa abati innii ra'aytu axada cashara kawkaban waalshamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin maalintaa habeenkaa uu riyooday uu dabeedna markuu riyooday uu yidhi aabo riyaan arkay cajiiba halkan faa'iidaynu ka qaadanaynaa faa'iidaynu ka qaadanayna maadaama waalid fara badani halkan fadhiyo waalidka halkan fadhiya su-aal baynu isweydiinaynaa caruurtaada calaaqada aad la leedahay ma gaarsiisan tahay inay riyadooda kaaga sheekeeyaan caruurtaada calaaqada aad la leedahay ma gaarsiisan tahay riyadooda inay kaaga sheekeeyan ku yihahda aabo xale waa riyooda ma yara dhagaysanaysaa waxaa laga yaabaa iminka aabuhu markuu yidhahdo aabo waxbaan war baan kuu yarahay waar xaggaan waaryahay waaba laga bayr waar kani muxuu ah waaba aabbihii waa waqtiba uma hayo waar waanu tegaynaa shir baanu leenahay xaggaan nooga bayr ma isagaa inankii yaraa waqti mays bal u fiirsan nabiyullaahi yacquub inankiisii yaraa waxa weeye yuusuf waa u dhagaysanayaa waa u sheekeeyay wuxuu yihi aabo waxaan xalay arkay qamarkii shamsigii iyo maxaan ku yidhahay xidiga intaa leeg oo aniga ii sujuudaya dabeedna aabbihii markiiba waa kii dareemay yacquub calayhi salaam inankani inan khaasa uu yahay inan cajiiba uu noqonayo taariikhdiisu way cajiib waynu garanaynaa qisada dhammaanteed dabadeedna walaaladiina waa kuwii aad iyo aadka u dhibsaday waxay dhibsadeen yuusuf calayhi salaam
عدو بي النقضين حسد بي أولي مادين محايدة بي النسامية مركو روح يكون تلقل إني الدلان با نين با وحيرتون الدلين با اقتلوا يوسف وقشوا بابا بلو فيرسو ولالك هدو كنت تلقل إنو كدلا كور your own brother أو أبهاد علي هدو يرى هذا I wanna kill you كور أسوان كوشيغين إنو ربين ونفتك عقبتو او ميت كليا ماها وطبانو كالي طبان با كوت شريس ورانيسا وينو كتخلصين ووالالك بلو فيرس وحان ربا إنا سفي عن أين أدو حنق السد يوسف عليه السلام ولا الذي لدى شيء أيا وحي أبالان قرير مركو رينا الدلان ميت كم ذنب إلهي وحكي يرسي هدلنا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقيط بعض السيارة إن كنتم فاعلين كان لفتقي سدلك بسكين وحاو يرقودك عيسك قرر ذا أسأقول لفتقي سدك قرنتي ما يسن يوسفين أنه قدك كل مرين لكن وحو يسير الدلك وان إذا كعرر قدك لكن نحنك طبعا نوكوي قدك نحنك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام طبعا نوى كوي انت قاتين قولان طريقة مريسي كلاصوا بحي قدك عيال كلاصوا بحي مركي كلاصوا بحنا وكوي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سير بيو يبين لعجرنا وكوي يبين لكن إلهي محوق الدري وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكي كوي حاسكسي إنا كان إنو هجاتشي إنا كان ويل بينو كان دقانا إنا إنو هاي هجاتشي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا طبعا إن يركدب وكي وين هذي ولما بلغ أشده أتيناه حكمه صمد وكذلك نجزي المحسنين طبعا إذا ما حقي يرعى إتحان باب الوضي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حاسكي أما قفت الدمر كهذا وخبي عزيزكي مصر أو ولبا هذا قروح بالنيل أيام مركلية يسوسو بندكتي بل عاوة كورن قبلنا هرقيسة وقوق روح ذا بضاني حضي تلافن كوصو درت وقت كلا بضاني ساسوما قيبي قوة مالاد مالي سيد بقرين ميسين بسايش كقورة كبا حضي قور كلابا وارياهي قبلنا كولج كوقوق روح ذا بضاني بعاوة سواح ذا وابا وحلايين بسايش كورة كبا حضي أتوار خد بدنا هيدا بسبح هذا لذني محمد علي موليدي I'll see him again out سوما بل لكن أفرسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب مركزة ولما أنت كلمة قروح كلمة الباب ذي بالأفر سقس لقي ما ذحنا كشرتي أو طبعا الباب لبعتن الباب وكلا ضمبي لبعض الله صحيحنا قب مركزة هاي تلك صمت قرن طبعا يوسف عليه السلام يلي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون سبحان الله يحسستي إلهي سبحانه وتعالى إنه أحسن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إلهي سبحانه وتعالى وحسستي وحسستي نكي مصر كأمير كأها أما بقر كأما وزير كأها وحيل نكا سنين إها قاتية ويا قرقي سو يبسو دوية سفع عمبو إيكوري حاسكي سو أدر دار مويري إنا سفع عنو قور هاي إنا نمرك خيامي أساقي وأن أدبا مرا حاسكي دوح معقولة ماها تدك الظالمين تانا إلهي ما تشعلا وإلهي سبحانه وتعالى دد كاس دد ليبانية ماها امتحان كاس سومري طب إنه إنه أجنها يوحكوا جل السجني مركو جبل دي ذي محل عي وحد عذاء إن لحري سنوات عديدة أبو حرنا سنوات كعديد كمركو حرنا يحقق عقها آخر كي وتي السوداي مركي السوداي إلهي محو قدري قصة ده وسكسو كوبي ناي محل شهيد كون كوس عناي وحوي قصة رسول يوسف عليه السلام مركي اللي السوداي تشلك إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري إن لقدر محي وزير كماليد سجل لودي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ده بدنا إيه يركدب يايمي ولا الذي بأويمي ولا الذي برجي قدك كل ذي رجي يومك الرجوة وهينا أيايمي مركي مادين محي دونيا ومساكين وحبي دونيا نكاي وحكد دونيا وايو وولا الكودي أي شري قدك كل ذي لكن قرن مايان لكن يوسف عليه السلام وقرت يوسف عليه السلام وقرت بل هذا ما هو في الصدع عفوا قبل إنه كشكين إن صمة يوسف عليه السلام مركو ولا الذي قرتي ما هو حاوير وارني ما كتشالك هاي جورا وري هاره هارني ما كواني ما كبرقي بهدي لي وارني ما كتشالك هاي جورا ما أورن يوسف وسود ويا عليه السلام بل وحاوير ولا لكن كان حقا سيادة واسية ما أنت دمر يقول صنقة ولا لكن صوكحي واكيو صوكحي طبعا نسي إلى هاي سبحانه وتعالى قدري وكي ولا لكي ولا حري فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم طب هذا نمر كلمة ويلك وحلقوا ميسا إلا وقل ذا إياقا
alaabtoodii lagu dhaxriday wiiba inankay walaalahaayeen ugu riday dabada ki walaalahaayeen alaabtiisi ku dhisi dhaxriday Yuusuf Cali (NNKH) si hadhow ninka loola xaro arinta markuu Yuusuf Cali (NNKH) uu sameeyay ee la baaray ee inankii la qabtay ee inankii walaalkiiha laga dhaxlay baalkii wax lagu beegay ayaa dabadeedna nimankii waa weynaa berigii Yuusuf godka ku riday ayaa Yuusuf hortiisay waxa ka yiraahdeen qaaluu in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl Yuusuf hortiisay oo madax ay waxay ka yiraahdeen waa bakana xaday waa Binyamin moogta Binyamin beera war bakan ba xaday ha waa mid la dhashay ba jiray waxa xad jiray waa kuwa ka ka hadlay waa Yuusuf Cali (NNKH) hortiisana waa taagan yihiin qaaluu in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl fa asarraha Yuusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون سبحان الله بل أفرس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس بل أفرس يوسف عليه السلام وحسمين سدوا عافين يا ولا الذي أفرس وأوكاء مصي خوست لكن نفتي سوى حوكيري والله إني ما كان نملها جاك سلمها صوبات قال نملها واحد سمين يا قالوا إن يسرق فقد ولكن يا سجى ودوش كسارة ونك لما ي... لما شذا وجي مادين أيها الدنيا الدم بيأسوا المشي جون دوش أوصي سارة وإحنا نتوق وحذوها بل يوسف عليه سبحان الله قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون طب إذا يوسف وكيل الله عليه السلام محاك هذا ولالك طب إذا نكي ويناد وكي سديبي يري هذا أرنت أسد عليه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف سمعت قال طب إذا أسوا ninkii weynaa reerka ugu weynaa wuxuu yiri ragga maalinta meesha maray war wuxuu yiri anigu dibidi raaci maayo bi waad ogtiin aabihintii Yuusufna way ogeyteen samaynay imikara balan adag balay naga soo qaaday ninkii balanta la naga soo qaaday inuu asagoo nabad qabna dib u celinana waa kaada casiiski baa la xaray anigu aabay wajiga ku hortaga mahayay bi ku baxa irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarq wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghayb hafizin qisadan bal sida ilaahay inoogu waramayo qisadan ajiibkeeda sida ilaahay subxaana wa taala inoogu tahay waa qisada kaliya quraanka ku jirta ee shabahda dariiqa loo sheego ama duruqda loo sheego qisaska fil injiil imaka nimaka westerneriska ah qisada quraanka ay fahmaan oo ay u fahmaan ay yiraahdaan maxaan ku yiraahdaa waa qisa aan fahmi karayna dariiqay u sheegan tahay ee quraanka ku jirta ee ugu dhow duruqda ay maxaan ku raadaa injiisha maxaan ku raadaa hayaan waxa weeye waa qisatu Yuusuf alayhi salaam because waxa weeye si chronological ah say isugu xigxigtaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hawsha u sheegay halka qisatu Muusa alayhi salaam de inta soo meelood lagu sheegay ayadoo kala duwan qisatu Aadam alayhi salaam marba qayb baa laynoo sheegay laakiin Yuusuf alayhi salaam siiro aad u ajiiba say hawsha isugu xigtay markaas Ilaahay muxuu inoo sheegay inama inankii weynaa wuxuu yiraahdaa ugu raacma Yuusuf Yaquub alayhi salaam baa loo tagay waxa la yiraahdaa inankaaga waxbu xaday in lama socdo dabadeed maxaa dhacay wa tawalla maxaan ku yiraahdaa markii loo sheego la yiri inankii waxbu xaday wama kunna lilghayb xaafidiin was'al alqaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiquun qala bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asa allahu an ya'tiyani bihim jami'a ilahi wa yudhkini doona ayaa laga yaabay in ilahi labada bay keeno dabadeedna maxaa dhacay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam xusni iyo murugo daraadood maxaa dhacay inuu xataa indha beelay Soomaad garan inama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun arintaas oo dhani markay dhacday uu indha beelay asagoo daaweyn murugo ay nafta u keentay ayaa haddana kama qusana wuxuu yiri ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah ka qusana taga oo soo hela dabadeedna waa kuwi soo helay markay u yimaadeen فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وكل ملك ولالك أسوى قلن يري وحير بانو سيدنا وحنسي دابا دابا نوفي رسالة يوسف بها دابا إما كصابح يا يوسف عليه السلام مركز يوسف محوكي يري قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون bal walaalka u fiirsada markaasuu soo baxay markaasuu wuxuu yiri ma ogtihiin waxaad Yuusuf iyo walaalkii aad ku sameeyseen markaasuu waliba maxuu u doonay inuu iyagii u sameeyo excuse markaasuu wuxuu yiri id antum jahiloon idinkoo jahilina ma uusan oran idinkoo rag xunxuna idinkoo dad baxtiyay aan bini aadamba aan ahayn ma oran id antum jahiloon bush
dabadeed markaasi markiba way garteen waxay ogaayeen cid kale qisadan ka wareysa haba yaraatiin aan jirin aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ahayn markaasi waxay ku yiraahdeen qalu wa innaka la anta yusuf wa niyahu ma yusuf ba tahay markaasi yiri qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al muhsinin wa firsa at taqwa was sabr Yusuf alayhi salaam waxa adkaysiga iyo dibka uu soo maray sida kaliya ugu adkaystay maxay ahayd taqwa iyo sabr wuxuu yiri taqwa ilaahay iyo sabr ba ku soo maray arintan innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin dabadeedna markaasay u baxay ilaahdeen waa kuwa markiba yiri maxaan ku ilaahdaa waxa weeye walaalow tallahi laqad aatharaka allahu alayna wa in kunna la khati'in qala la tathriba alaykum alyawm allahu akbar yusuf alayhi salaam wala ladhi inta soo sano waxa dhibka inta leegu geystay aabihi oo dadasa dhibka inta leegu geysto nabiya hadana yusuf alayhi salaam qalbiga waxba kuma hayno muxuu yiri la tathriba alaykum alyawm wariyaleh maanta wax aanan dishina haba yaraatay ay ma jirto bii yaghfiru allahu lakum wa huwa arhamur rahimin allahu akbar bal yusuf hadi wala ladhi usaa usidaayay adigu maanta qof yaroo wax yar kugu sameeyay maanta waxa laga yaabaa qof si xun kuu eegay inaad ilaa intaas oo sano qalbigaadu xugu haysay inaad adeerkaabaad laga yaabaa maanta inaadan la hadlin maxaa yeelay maalin baad intaad aroosi suracdeen ayaa inta yaree laysa siiyey sooriyada iyo wixii laysa siiyey sooriyadii buu kaa yara qadiyey markaasaad leedahay waa ninkaasi maanta wallahi inaan la hadlayn berigii sooriyadii halkaas oo garan maysaan wallahi waa iqadiyo raggii waa iga dhex saaray waxaa laga yiraa labaatan soo toosaada war maqtooriyada bal yuusuf calayhi salaam nimankii waxaa ku sameeyey ayuu muxuu yiri laa tathriiba calaykum alyowm yaghfiru allahu lakum wa huwa arxamu raaximiin qof baa wax yar kugu sameeyey bal u fiirso dabeedna yuusuf calayhi salaam walaaladii siduu u saamaxay waad arkaysaan markii dambe reerkii oo dhan isu yimaadeenna markii laysu wada yimina سماد قال أبيه يا دمات ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي دم بيجيبوا قيب أسقى وسارة بلو في رسول ولا الذي سدوا احترامه ولا الذي وحي بيرجي الشيطان هو إحنا يرد حد جاي أنا جاي ولا الذي سدوا سووا دم بيجوا حكولها ma uusan oran waa niman dib jira imtixaan bay ahaayeenoo berigii waa kuyuu xumay may waxa uu yidhi nimankaa walaaladii shaydaankaa wax nayla dhex dhigay wax weyn xoogaabana dhex maray asagii baa dembiga qayb ka qaatay uu se saaray bal u fiirso qofka sharafta leh ee qiimaha leh waa qofka sidaa u fikiraya wey aynu marka caawa isweydiino halkaynu kaga dhacaynaa qisaska ilaahay qur-aanka inoogu sheegay sheekada qur-aanka ilahay markuu qisada inoogu sheegay naxnu naqustu calayka axsana alqasas ilaahay inooguma sheegin inaynu de ku raaxaysanno dabeedna aynu ka socono waa inaad tirada caawa maxaan lesson oon ka qaatay haddii yuusuf awood u yeeshay inuu u dambi dhaafo ama cafiyo walaaladii cafiyo anigu maanta ma cafiyi karayaa dadka aan wax ka tirsanayo qof walooba naftaada weydii caawa mays xorayn karaysaa oo ma oran karaysaa qofkii aan wax u haystay ayaan doonayaa inaan cafiyo oo aan idhaahdo waa iga musaamax waana iga cafis awood arrintaa ma u leedahay diyaar ma u nahay caawa inaynu wax cafino allahu akbar allahu akbar qof walowba hawshii rayda meesha kuugu guntanayd insha allahu tacaala waynu ka saarayna xabad xabad caawa taas horta waa kow qiso kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qisas iyo rasuulka iyo axaadiista rasuulka sal slam inoo sheegay qisas baynu ka faa'iidaysanaynaa iyo taariikhda qisaska maxaa marka ka mid ah qisaska waxaa ka mid ah xaadisadii ilaahay uu ku sheegay suuratu nuur ina aladiina jaa-uu bilifki waxa weeye xadiidu lifkigii bal u fiirso haddaad leedahay qoladaasi ambiye ahayd oo ambiyada gaari kari mayno iyo dembi say wax u cafiyi karayaan bal u fiirsada qof ambiyada ka sokeeya abuubakar radi allahu canhu waxaynu garanaynaa xaadiso waxaa dhacday aad iyo aada u xanuun kulul oo loo yaqaano xaadisatu lifki annagoo si yaroo kooban u dulmarayna waxa weeye waqtiyada ka mid a rasuulku sal allahu calayhi wasalam asaga iyo saxaabadiisu dagaal ayay aadeen markay soo noqonayeen ghaswadii ay dib uga soo noqonayeen caasha radiallahu canha waxaa lagaga soo tegay ciidanku halkuu ciidanku deganaa markii lagaga soo tegay oo habeenkii laga soo dhaqaaqay iyadoo halkaa maxaan ku yidhahdaa lagaga yimi intay xaajadeedii istiri soo gudo saxaabi safwaan la yidhaahdo oo ciidanku markuu guuro ka dambayn jiro alaabta soo qaadi jiray ayaa helay caayisho meel cidlaha fadhida waa uu soo qaaday
نيكي خطرت هاي عبد الله بن أبي بن سلول الأورنجري أيا أرنتي يا منافقين تبا كورهشة أرنتي بوحي أبدلين أرن أنا هجاك سنين وحي له ذي العاشية صفوان ويسلها رن مرك الله يسلها رن وحيد عيد ويد عن هل كاسيك قبحن طبعا إنه وركي بمجال الساق قليين وركي سين مركي مجال الساق قليين صحابة دي لما أنت دوس كتكت واروح حاس وحصون يا ما هو أنت منافقين تلا وروريكت دور قف أصحابة دي وناك سنين هيد أن منافقين هيد أي واحد عدا أرنتي إنا أي جونا وحير يلا هذا إنه أرنتي أي دك جرجرسيان يا كم ذا نيل يا ذا مصطح مصطح ويا ذا هيد مصطح واحد الشيء أبو بكر هبريرتي نينوحها أن وحبا هاي السنة أبو بكر بقى وحتري شري أو محن كلا بيل كيسية وحو دوري عاون شري بيادة سيساك الله خيرا واحد ما ذا نعري أرنت هسي مركي أي نعري أي إلى هاي آيات القرآن كاسودة شيء بيل كذب بيل بالجرم وهي حالات سدعت هاي بشا كذب أي واحد نعري إن إلى هاي القرآن كاسودة شيء أو ده ما ذا نعاش إلى هاي بريك هذي أبو بكر رضي الله عنه نكي قرابة الله أو أنا تشري يا صحابي قاها أرنتي وقاذك رواية وليس بكل نقطة إن أنتي سو كقي بقتين وحكش شيء الصديقة بنت الصديق إنه وحكش شيء أو يرى هذا وحبي سميسة أرنتي وقاذك رواية أرنتي وحوي وقاذك رواية طبعا أن أبو بكر رضي الله عنه محيري أبو بكر وحأويري إلا أن أبو بكر أسأل نفتي سو كف كريمايو رير كيسية شرفتي سكرية كف كريمايو وح كف كريا شرفتي النبي صلى الله عليه وسلم شرفتي دينته إسلامك قرآنك وحيرن أبو كف كريا وليس بدن وي طبعا أن وحيري نكا كقيب قاتع رنتا دبنا بوا حسين مايو طبعا أن إلهي محيو سودة شيء ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى آيات أمرك إلهي سبحانه وتعالى سودة شيء وكل إلهي سبحانه وتعالى قل هذا إن إلهي وحسيه قل هذا مساكين تها وحيا سين شرتين كتشرين طبعا أن إلهي محيو كسو قبل قبل آيات وليعفوا وليصفحوا لماذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أبو بكر مرك آيات إلهي سودة شيء وحاو يروان شعلها إن إلهي أنيق إيدا بدافو سيدا درادد نكي ولالكي مصطح أنا هبر وذاك جاهي ويعافس بيل كانوا بيل كان سينشرنا والسينية ما أنت لقى باللعبة وعافس بيل كانوا والسينية وحن سينشري وأنا قد تري شرنا والسينية والمسامحي واقصة كلوي محله إنه وش شيء تاريخ ضارن تاني وش شيء سه محينه كفاية ذي السنة إنه أذو ما أنت بلو فيرسو هدي ما أنت قف عرض جاك وحكش شيء شرفت هذا وحكش شيء أن بحان كيرا ذا لغو سوى قرسير وحقف كاشيغي أما قف وحقو السمي أما دول يركا قاضي أما هول يركا قاضي محان دعي وحلقا يابا إنا نفت بكا بحضو إنا عفية كريوي إنا دريركا وقف كاكا الشيء لما انتود بعد عقدد قادات تلا ريركا با آنيق الله يمتسو محان لغو تسوى ريركا هل قف بحقو السمي ريركا بلغو متسكرو صماد قرن بل أفرسو أبو بكر رضي الله عنه صحابي أساسو عفية إلهي سبحانه وتعالى قصص كاس يوم حان كويل هذا دين توحي قصص كاين وقصة شرسة إني نكفى إذا سن حد ما وحائم كأسوى الدين له إسعفسكو بحافة إذا كتشرا What's the benefit إمسا إنه دم الشيخ ولو وذا كراسو ما إمسا دقيقات لو لمن حقا بينه السنة واقرت إسعفسك حد ما بحافة وإذا كتشرا انت انا الفوائد اسعفسك انا نقارن وحاينو تصالة اذي اذقي ببضن اينو كسو قادن ان الله بسدح تصالة سوبنيه النبي صلى الله عليه وسلم سوبنيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وحاي ودي سمالين مال ماها كم اذا وحاي تيري نبي الله تاريخ ذا انت الدعوة ذا كسو اجرتي دين تأت في دينيسي مالي تبا كوغو اتكي مالي تكوغو اتكي ذا كوغو خطر صليد مالي تباهي رسولك صلى الله عليه وسلم وحاويري ما لنتي أن طائف آذي طائف أنت أن آذي صدحني لو ولا لا أن أتغي دين تأوبن لغو مضحة نوال بهذا لأن وناك سنين يقول سويري مركي دنبانا أنت هاسيك غما يحالين ضدكي والوالنا يدومركي عرور تبا يدبان لغين وحيري هذي النكا مغالا ذكا سعر ووقف والنا طب هذا نواتين وقرانا إن زيد بن الحارث إيا النبي صلى الله عليه وسلم سيد نجح يشيد لوجو ذي oo meel walba la soo dakhray oo dhigi suusa u daadanayo oo cirbihiisu ay gaareen oo dabadeedna soo galay maxaan ku yiraahdaa beertii nimankii reer quraysh ay lahaayeen Ubay ibn Khalaf iyo dabadeedna halka markuu soo galay rasuulku fariistay asagoo aad u daalan oo maxaan ku yiraahdaa dhibaateysan dabadeedna maxaan ku yiraahdaa nimankii halka fadhiyay ay soo direen ninkii oran jiray Cadaas
أدون كواهاي محاكرة نصراني كها ده بدنا يراه ذي نكاب الحوجاجة تمرت عنب كي عنب كايو حجيو هل كيسة كونه نكا بيكوس نبي أركانه دباتيسن ما يسر وما يسنين لكن وحي أركانين قريشية قريشية دباتيسن مركب وحي يصير هذين بل ما أنت وحسيه عنب كي بوك كاني ده بدنا عداس مركو ساعة بوك كاني نبي بوك حيري بسم الله ده بدنا عداس أرنتي وقاعدن واي واي عابي مركز كلمة دن قوم كهذا كمان مقلب شيء كلمة دن بسم الله قوم كهذا كمان مقلب ووحكوا عصبة يحيد مركز هذا بدنا نعداس نين أقول له وهاي ومركز دين نصراني وهاي وحكيم بيقول كا محنكو إلى ذا العراق يا حقة طب إذا مركز سو حدا أرنت نهار أمان مقلة حقات أرنتك مركز سو النبي وش يا صلى الله عليه وسلم محنكو إلى ذا إنه النبي الله وياه أستجنا مركو ويدو يلي مجال هذا سكيمي مركز سو المجال هذا سوى مجال هذا يونس بن متى ومجال هذا ولالكي يونس ابن متى مقال هذا ذي بتكتب مكسر ها دوينا عداس هل كبو النبي صلى الله عليه وسلم كرمي سمعت كلام النبي هو وكيه هذا السؤال لقيه ما كدي بقول صار نقضي أسوى هل كان مرجيسان وهل كان مريه وكيم ملاك توتي من ملك الجبريل يا ملك الجبال دوينا وكوي كويري حداد دوني يصدقنا نور قلادن قبي كده بس لا بد برودا نود حقلنا وقبي كده وانس كم صحنا وانو سماينا هنا بالنبي قفر صلى الله عليه وسلم سبحانه وفرس والنحرس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحرس ما إلهي أصدر النبي صلى الله عليه وسلم مركز محيري لا هاي سكساها كصمي النبي محايا لوحن إلهي كرتيني نبر كوداس إنه كسو صار قول الله لا إله إلا الله أرنت مدعى بس مدعين وأنا على سماه ما شاء الله سداها كصمي النبي رسولك صلى الله عليه وسلم عافيسك سكاك ليك ماك رسولك صلى الله عليه وسلم ما أنتي محانكو إلى هذا مركي فتح مكة مركي مكة وقبصد رسولك صلى الله عليه وسلم وحاينو قرانا إنا رسولك صلى الله عليه وسلم رير مكة نبكي وقيستين أساقي السحابة ديسي طب هذا مركي وقبصد ورقي قارياعين ورقي قار محانكو إلى هذا لونتين رقي قار لقبتي رسولك صلى الله عليه وسلم وكي قريش أساق الله الله يؤدرس كريني وكي what do you think of me محاد دوما لين إسان إنا نذكو السمينيو محاد دوما لين إسان طب هذا وكي روحنا كارتشين إنا إنا أخ كريم وابن أخ كريم إنتهي سأسأل كارتشينينا رسولك صلى الله عليه وسلم دبنا وكيري وحوي ومسامحين باتي قف أن ما أنت وإذا وحقي سنة يا متشرت مسامح بدقتي رجيا عيا كم ذها إلا ساقبتي إلا قد بتري إلا ياري وحكم ذها عكرمة ابن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل وحكم ذها رجيا ده إسلام كأك ولدك على الله يسقي يا أبي رسولك صلى الله عليه وسلم مركي عكرمة إلا قد بتري إلا سعري الطريقة وكس وسود دواذي وصحابة كسود دواذي رسولك صحابة وكيل الله اللي وكيل كويري عكرمة إمك أيدين إمانية عكرمة مركو إمك أيدين يماده أبيه وحبها كشيجنا أبو جهل بعد رأي أبيه وحبها كشيجنا محايا لي وحأويري وحك الشيجي تانكو قفك النول بود دباية قفك الدين تنا مجارو نكا النول هكود بنا أبيه مكواد انت كاد انت وحبك جاري مش بركا عكرمة وكيل السود ووي مركو أركي سود النبي أسامة حي وعافية وناجي سي مركو أركي طب إنه وكيل عكرمة يري رسول الله أنتي أن كتب حيي إن الإسلام كله دجا الله مه إن كبدن بان كتب حنا يا إسلام كإن الدفاع وكيل دجا الكستان إسلام ك أن كوك أن الله جل سان إسلام كأوبا بيو متكحب بدن بان كوك جلي يا إمك إن الإسلام ككو دفاع حاجة أنت سكتمي العفو رسول كين وعافية سامحت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هدو نبي قف أذك وقلبي أذك ودتك أن عفيين ودتك أن سامحين ومحانكو إلى هذا دينجرس أو أهلها محادي على هيد تتكوني ككلا يا عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن نحريستي نبي أفرص نحريستي سكسو دوي طبعا نمر كاسو إكرام صفوان نكي سو صوت خطي ضيبة النبي صلى الله عليه وسلم سووا مدينة شوكة أساسينيش للمصمية اغتيال سمعت قرن ومحان كنا عمير بن وهب صادره ايه سيفت السميسان وسوديبي ايه يلي النبي انت هذا قد تكتيد مدينة هل كاكا تخلص عمير واني كنتو سيفت سوقات السميسان طب ان صفوان اي وضا فرستان وكويري صفوانو بلان كيقو حوية انا مدينة انت انتاقو انكسو تخلصو محمد طب ان صفوان مركز سويري هاي ما أرنت سدوني سها عمر وكيري أنا جا وح كلي يجي ربي يبي أرنتاس عروري ريربان هيستا دين يو لقال حمرا ويرها هيستا عروتا يرها دانا كبقين
maxaan ku jiraa hadhow inay dayacanto waa soo sameyn lahaa safwaan wakiiri ana arintaa mas'uul ka abuur arurtaada aniga iyo arurtiidu waa isku mid seeftaada qaado kasoo takhallus nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam asagoo masaajidkiisa joogay magaalada madiina ayaa waxaa la arkay umayr oo kasoo degay faras waa nin dangerous ah umayr ibn wahab markuu saa faraskiisa uga soo booday dagaalyahana ayaa de Umar ibn Khattab ba arkay yaragii saxaabada waa soo galay nabiga isoo garabtay waxa nabiga allah ninkii imtixaanka haba soo istaagay magaalada dadka de ahlul imtixaanka waligood waa ahlul imtixaan bugt waxay waa nin khatar soo istaagay waa dabadeed markaas rasuulku ilaahay ka waroonay soo daaya soo daaya babka jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam soo daaya bi waa soo galay markaas yaa Umar maxaa doonaysaa markaasuu wuxuu yiri deewaan qoladii nalaga xirxiray waxba soo doono waa kaaso been buu rabaa demoktan ku soo gala dariiqa laakiin seeftiisu waa diyaar oo xoroon uu ka takhallus sallallahu alayhi wasallam dabadeed markaas yiri hadaan seeftanaysa taa waa maxay ku jeeni qaaran tahay markaas yiri seefi maxay talaysaa haday wax talaysa maalintii badar bi wax naga celin lahayd bi sawada seefi waxba noo tarimayso bi markaas uu nabigu yiri adiga iyo safwaan meeda kacbada intaad fariisateen blaanka soo dejin biiriyan aniga iga takhallustaan miyaydan arrintaas sooba habayn ba idinku soo idinkii blaanka dheer soo dejiyey ee cumar waa isdhiibay markaa waxa uu yiri arrintu de waa arrin nebi weeye imika arrintani cid kaloo ogeyd aniga iyo safwaan cid nala ogeyd haba yaraatay ma jirin biiri arrintaa haddaad ogaatay bu yiri de nebi baa tahay cid kaloo arrintaasi ogeyd haba yaraatay ma jirto nebigu sal alla slam sidii u saamaxay halkiibuu ku ashahaatay afuga saamaxaada u fiirsa sida qofka qalbigiisa usoo dumayso nabigu ma oran waa ninka ii xira waa ninkan inuu duluuba kusoo talagalaya ninkaa jeelka inoo dhigo dabadeedna ka takhallusa waa dilaynaaye assassination buu waday may nabigu waa soo dhaweeyey diinta islaamku saasay naxariis iyo raxmad iyo wanaag ay u leedahay iyo maxaan ku yidhahdaa cafuga qiimaha u leeyahay waxa dabadeedna aynu garanaynaa rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxaynu xasuusanaa maalintii xunayn dagaalkii xunayn markii la aaday qabiiladii loo yaqaanay banu thaqiif waa kuwii intay yaaceen taa'if isku xiray maxaan ku yidhahdaa qalcadahoodii waaweynaa waa kuwii dabadeedna halkaas saxaabada kasoo toogtay saxaabada qaar dhaawacay qaar waxyeelay rasuulka sallallahu calayhi wasalam markuu muddo uu ku hayay bahalkii waxa loo yaqaana siijka maxaa leedahay xisaarka uu ku hayay markuu xoogaa ku hayay dabadeedna rasuulka sal slam damcay inuu ka dhaqaaqo iskaga tago yidhahda inaga daaya waa ka tegaynaay dabadeedna saxaabada waa ku yiri rasuul allow qoladan haddaba inkaar nimankaa sidaa inoo galay maxaan ku yidhahaa dhibka inoo geystay imankana halkaa inaga galay dabadeedna imankana ina laayay qaar inaga dadkana dhaawacay rasuul allow inkaar imankada inkaar rasuulku sal slam intuu qiblada u jeestay buu wuxuu yidhi allahuma ati thaqiif ilaahu reer thaqiif keen ayagoo islaam oo muslimiina noo keen buu yidhi naxariista nebiga u fiirso iyo cafwiga nebiga sal slam cafwi iyo musaamaxaad haddaynu muslimiin nahay waa inuu qalbigaygu sidaa u ballaadho waa inaad awood u leedahay inaad wax cafiyi karisa rasuulku rasuulka waa cafiyey waxa uu yidhi waa iga musaamax dabadeedna ayagii buu u duceeyey halkuu inkaari lahaa nimankii la dagaalamaya laayay ayuu u duceeyey wuxuu yidhi ilaahu ayagoo hanuunsan keen dabadeedna in yar kadib waa kuwii ayagoo socda yimi bal u fiirsada naxariista nebiga sallallahu calayhi wasalam iyo cafigiisi maxaan ku yidhahdaa dariiqus wuxuu cafii jiray waynu garanaynaa rasuulka sidoo kale ninkii maalintii dagaalka markay rasuulka sal slam kasoo noqdeen ninkii reer miyiga ahaa ee soo dabagalay oo rasuulka sal slam meel cidlaha hurday intuu u yimi seeftiisi qaatay dabeedna nebiga isla dultaagay uu yidhi imakaya iga kaa celinayo rasuulku yihi ilahay baa iga kaa qabanaya dabeedna seefti baa ka dhacdayba dabeedna rasuulka seefti la booday wuxuu yidhi adiga imika iga kaa qabanaya dabeedna waa kii yiri wallahi dee nin wanaagsan baa tahay nin wanaagsan bay kaga hadhatay sawaad gala nin wanaagsan baa tahay kaga soo ha asagu dee ilaahay dee oranba ilaahay kaa qabanaya bogta wuxuu nin wanaagsan baa tahay dabeedna rasuul sa salam waa kii yiri or haddaba iska tag bal u fiirsada cafiga cafigaasi muxuu keenayaa ninkaasi inuu noqday uu yidhi dib dambe kuula dagaalami maayo reerkiis midu isaga noqday maxaa keenay arrimahaasoo dhan waxay ku taysaa cafiga iyo qiimaha uu leeyahay marka insha allahu tacaala waxa aan ku soo koobayaa qiso yar oo ku saabsan dulqaadka dadku inay dulqaad yeeshaan inay wax cafii karayaan axnaf ibnu qays baa waxaa lagu yiri xilmiga iyo dulqaadka xagaad ka baratay dulqaadkiisa laga yaabay mugta xagaad ka baratay baa la yiri markaasuu wuxuu yiri qays ibnu caasim nin la yidhahdaan ka bartay buu yiri markaasuu ka sheekeeyey qiso maalin uu arkay indhihiisa ku arkay wuxuu yiri qays ibnu caasim isagoo fadhiya buu yiri oo seeftiisana haysta oo rag meel gurigiisi oo banaankiisi fadhiya oo rag u sheekaynaya ayaa waxaa loo keenay nin xiran iyo nin mayda
labada saal loo wada keenay markaas waxa lagu yiri ninkan xirana waa inanka inanki walaalka dhalay wiil wiilka adeerka u hayd weeyay leeyahay qofkan meedkan u sidana waa inankaagi oo asaga dilay inankaagi buu imikada dilay asagana waa soo qabanay dabadeedna markaas waxa la yiri ninki Qays ibn Aasim waxa la yiri hadalkii fadhigi kama kicin hadalkii waday ma joojin kama kala go'in hadalkiisi ragii la fadhiyay waxa uu ku yiri inaan kala u dhalay oo meesha fadhiyay buu wuxuu ku yiri wariyaha kac kacbiis markuu kac ku yiri buu yiri walaalkaa soo ma aragtay ninka inaad adeerkaa ay xidhan xariga ka sii daah ninka walaalkaa ay meedka la sidana aas hooyadaana boqol neef oo geela u geeyo waxa weeye waa diyadeedii inankeedii la dilay ayadana saa ugu qaad halkii buu arrintii ku xalliyay afis bal u fiirso waxa weeye haddaynu sidaa wax u cafino maxaa faa'iido inoogu jirta fawaa'ida marka ay leedahay cafiga ayaynu wax ka tilmaamaynaa waxaan doonayaa marka inaynu fahanno qadiyadda ku saabsan jeelka inaynu iska sii dayno imika scientifically waxa la ogaaday waqtigan inu joogno our modern times diintu wax walba inoo soo sheegtay laakiin imika qoladii sayniska iyaguna markay wax baareen waxa ay ogaadeen waxa ay yidhaahdeen qofka bini aadanka ee wax cafiya iyo qofka bini aadanka ee aan waxba cafiyin waxyaabahay ku kala duwan yihiin waxay yidhaahdeen qofka bini aadanka ee wax cafiya waa ka caafimaad fiican yahay qofkan waxba cafiyin waxa ay yidhaahdeen qofka aan waxba cafiyin intaas oo xanuun baa ku dhaca daqti iyo blood pressure iyo balaayo iyo hawl oo dhan baa ku dhacda iyo stress iyo anxiety because waxa buuxda halkan waxba macafi karay qofku laakiin markuu wax cafiya maxaa dhacaya waxaa dhacaysa qofkii inuu maasha allah nafiso nin xakiima mar waxa uu yiri nin xakiima ayaa waxa uu yiri halka aynu ciwaanka maanta ka qaadanaye waxa uu yiri forgiving someone is like releasing someone from prison and knowing the person that you let out was your own self waxa uu yiri markaad qof cafisid waxay la mid tahay buu yiri adigoo qof jeelka ka sii daayay dabadeedna qofkaad jeelka ka sii daayay aad ka sii daysay inuu aad ogaatay kadib inuu adiga ahaa bal ka waran dadka jeelka dhexe hargeysa maanta ku jira haddii caawar ninka gaarka haya intuu u tago yiraahdo waryaalahe free workers marka idinku diyaartiin baxa waxaad u malayn lahayd de waa la kala yaaci lahaa nin walba goorta ugu horeysa intu fara ayuu shagax shanta fagax soo maaha marka waxa uu yidhi marka aad qof bini aadan cafisid it is as if you let someone out from prison and then you find out the person that you let out was yourself waxa weeye qof inaad jeelka ka sii daysid dabadna aad ogaatay qofka sii daysay inuu adiga ahaa because adiga xidhnaa intaa dadka aadan cafiyin qof kastoo aan qof cafiyin oo qalbiga wax ugu hayo waxaad ogaataa jeel baad ku jirtaa you are a prisoner goormaad isa sii daynaysaa markaad dadkii cafisid war jeelka ma iska sii daannaa soo maha caawa te qof walba furi adiga haysta anigu furay idin ma hayade waxa weeye qof walba goortaa dooti sii daah waxa waa anigu isa sii daaya caawa qof walba caawa waa inaad tiraahdaa anigu waa qof walba haddaad isa sii dayna is your problem haddaad isa sii daysidna adaa raaxaystay tan kale jirta caawa insha allahu tacaala markaad dadka sii wada saamaxdaan caawa waxaan idin ballan qaadayaa inaad hurdo fiican seexanaysaan hurdalaanba habeenadan ba idin haysa caawa waa seexanaysaan markaad caawa waa seexataan oo aad si fresha u seexataan britol waa soo taysa waryaahay war hurdada macaanayda maxaa yeelay waxa dad badan baad sii daysay bal ninka ka waran iminka qabiil dhanba ay u xixiran yihiin reerkabal qofkaas siduu habeenka u seexanaya dhakhtarka ka bixiba maayo blood pressure iyo daqdi iyo maxaankay dhakhtarka dibadaha loo geeyey hawl miiran baa soo kordhisay laakiin haddaad dadka sii daysaan waa scientific waa wax la proof karay haddii aad dadka quluubta ka sii dayno waxa dhacaysa waad nafisaysaa habi baad noqonaysaa waxyaabaha aan iminka waxaan ku idhaahdaa aan doonayo nafteedii nafii naba inaan xasuusiyo insha allahu tacaala caawa haddaynu ku talagalnay inaynu iscafino guriga horta halaga bilaabo
رجع هلك فديه وحاجي دي عند صدق كسر سوق قبتي أما أفرت كسر سوق قبتي أما لا تكسر سوق قبتي وحلاقي يا بعد up and down حاله ساسي وسوي احتمال توه boat ساسي وو هوش وو ساسي وسوي عنيسة هرت حاجي ذا هرت العافية حاجي ذا هي اللي جيسين هنا وحلاقي نهاي وضيع جه العافية وعاو عافيس كمر كله حافظ أنسك يا خيرك يا عشد وكونك سنة سبب الذي هرك صوت عاو حندوني يا عاو حداد حتى سال حاجي دينا في السين وحالدو أي هبين عصبة النقاني سال عشها الله سيق هذا يوم يلا هن فلاورس يوح يده ورود قف والبعض إيه يا عاو عفيس بيرك هذا عاو سوي حداد إذا كان عريس صوب حداد إذا كان إما كان يحب يسقاش شو النقطة صوم أتكرن مركب وحوي عفيس لا مركب بحدي قف والبعض مكان نفس بودرة بحد نفس قدرة إنت وعفيس ك waxa laga qofal meen ku niyad gasta wallahi inii qolada berigi qolada dhulkeeda ka qaaday qolada berigi halkan maxkamada digeysay qolada hada dadkii ma saa u cafisid ilaahay subhanahu wa ta'ala barufis wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum tabal imma ka war hadii dad qof lacag la u yiraahdo qof kasto qof cafiyaa wal lacag ba siiraya sadadku waxba la wada cafilaa soba bal allee dadka abuura wuxuu kale war waliidii dambi dhaafayaay bal wax iska cafiya bahayelay hadaad qof ka cafistid adan raaxaysanaya the first beneficent qofka ugu horeeyay ka faa'iideeyo waa adiga hadii qofkii ma ka aanu halkan masajidka joogo wax laga yeeyay rag qaar masajidada ku wada tukada inaanay in dhawayd bay salaamin laba saf ku kala tukadaan caawade hadda halka qofkii kaaga muuqdo adoo halka saada laga bax waariya deynis cafinaya weeyo in dhawayd weeyde weey siirash waabeen weey siirash shubsanayne aynu is cafinno somaad gal marka qof walba qof walba qofkii qofkaaga qofkii wax dhibaatooyinka doot ha noqoto سواد قال قفك عافي عافس كاسي خير بكتشا إلهي محير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين إلهي محوك لو يري مركو الصفات كدتك مؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم آيات كم كلها كسر والذين أصابوا المؤمنين تصل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله qofka wax afiye wad argoosan kartaa hadaan awood u leedahay in aad ku talaxtagay wad argoosan kartaa laakiin hadaan is leedahay war yar wad ku talaxtagaysa waxa kaaga wanaagsan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ilahi ba ajirkaaga gacanta ku haya soo caawa taa ma qaadano haami samaya waynu qaadanay soomaa qof walba inta qof ee dii cafiyay sida jeelka ka sii deynaysa adun ba garanaya marka haday shan qof markii hore kugu jirta jeebka wixii baad ka sii deynaysa waxa leedahay shan ta qof weega casib 20 ka qof weega cafis caruurta inu dhalay in la cafiyo laftigooda ilaahay muxuu quraanka inoo sheegay ya ayuha alladina amanu in min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum وحاسسكي عروتي وحلقة يابا أما محان كويرا ذا دمر كينا يدرقو ذي نبات تكون نقضان لابد أن نعبوه السورة قال لكن إلهي محويري وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم عروت إني نعفنو حاسسك إني نعفنو دتك إني ولا لها نعفنو قسان إذن شيقية قسان إذن شيقية مقالة ذا مانشستر ليرا هذا خطبتك قلي مالين مال ما هكم ذا waxaan ka hadlay in la isafiyo iyo naxariista iyo wanaag ay cafis ku leeyahay markaa khutbada ka baxay nin muslim oo eeshiyaana ba iimi wuxuu yiri sheekho wuxuu yiri waxaad ka hadlaysay was nice what you talked about was really nice so mad garan waxaad ka hadashay was very nice beneficial I learned a lot from it wax badan ma ka faa'iideystay laakiin waxa uu yiri I have a problem dhibaato laakiin haystubish waxa uu yiri anigu family gayi my own family wax laga yaab ragoodayaasha halka fadhi waxyaab badan bay ka warhayaan culumada iskaba daa waxay igu warhayaan maxaa waxa uu yiri wuxuu yiri sheekh anigu xaaladu familygan anigu ka dhashay biiri familyga hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay waxa uu yiri two parts baan waan kala qaybsanahay waxa uu yiri aniga iyo aabahay iyo xaaskaygu wuxuu yiri fariiq baan u nahay hooyaday iyo walaaladay rag iyo dumarba waxay ay dhashay iyaguna waa dhira waxa uu yiri aabahay maanta waa nin weyn biis last 5 years ki ama 7 years ku xiri aabahay gurigaygu anigu ila jooga guriga aniga guriga ku hayaa aniga xaaskayga hooyaday iyo walaaladay oo ila dhashay ma doonayaan inay aniga iyo aabahay ba na arkaan iyo xaaskayga ba inay na arkaan ba diyaar ma aha waxa kale uu ii sheegay waxa uu yiri hablaha aan walaalahanahay mid kamid ah guri aabahay leeyahay bay ku jirtaa
dabadeedna aabahay baa wuxuu ku yiri muddo badanna way ku jirtay ilaa 20 sano buu wax ku dhaw dabadeedna markaas wuxuu yiri aabo diguriga maadaama inta aad ku jirtay miyaad kiraya wax bixinay waxay tiri markaa dimatid aad qabriga gashid qabriga kuugu keenaya bay tiri kirada aabo I'll bring the tea in the grave. Halkaasan ku bixinaya markaa gashid bay tiri Soomaadka markaa wuxuu yiri sheekha oo afis baad ka hadlaysaa dad noocaas aanu daymaka day waalidkiigu wasaa aabahay imaka inuu dhintaa laga yaaba anytime and they don't want to visit him because he's staying with me ka aabahay inay soo siyaartaa inuu baad xataa duumayn but same family khutbadaha afiska afiskii dadka markaa la xasuusiyo wax laga yaaba laba qof oo walaal ahaa inaad aragtid oo intaa oo sana aan wada hadal waa laba qof walaalo hooyo aabooda dhaleen oo lagu leeyahay labada qof oo walaalo laakiin 4-5 years may wada hadal salaanta iskama qaadaan islaamka laba qof oo walaalo limaada waxa la isuu cafis cudurka iyo xanuunka inay soo maaha cafis darro qalbigayna buuxsamay very serious laba sano ka hor xajka training xajka abaa london ku bixiyay dadna markan training ku bixiyay dadkii aan training ka siinay waxa ka mid ahayd islaan asiana iyo inankeedu xajka aadayay waxyaabihii aan dadka u tilmaamay markii aan training ka dhameeyay waxa ka mid ah dad idinka xajaya waa idinka socda halays caafiye dadka caafiye intaysan soo noqon bee qof dumar ah iyo inankeedii baa dibadda ila baxay markaan soo baxnay bay ilaahay sheekhow islaantii baa igu tiri waxa weeye waan jeclahay inaan wax caafiye bay tiri laakiin inaanan dhalay oo inankan imika aniga xajka ii kaxaynaya ka weyn ayaa magaalada london ila joogta bay tiri taleefankayga ma qabato ilama hadasho ima soo xidhiidhiso markaan ilaaha markaan imika idina hooyo xajban aadayaa aynu iscafino iyagu midda kale markay xajka aadayaan dadka eshiyaanka ah waxa weeye way sii qoraan waxa loo yaqaano wasiyada iyo wixii dhan bay sii qoraano sii habayaano waxay isiraada dee soo noqon maysaan dabeedna way sii qoraano sii sibican bay yeelaan waxay tiri isgalbadeedii waxaan ku yidhi hooyada wixii dhan baan qorayaa waan xajayaa inaanan soo noqon baa laga yaabaa ee kaalay waxay tiri ama soo noqo amaha soo noqonin isma naqaan marka sheekhu maxaa sameeyaa bay tiri Soomaadka marka waxa dhici karaysa inay halkaa dhibaatadu ay gaadho marka insha allahu tacaala mujtamaca muslimiinta soomaaliyeed ee halkan joogta waxaan rajaynayaa xaaladiinu inaanay sidaa u adkaan laakiin marka aad maqashid labadi qof ee walaalaha ay oranaya bini aadanba maaha kan adeerkii bini aadan maaha walaal waalid weliba waxyaabaha aadka la isugu qabsado waxaa ka mid a dhaxalka adduunka adduun markuu aabihii dhinto in laysku maago oo laiskuba salaami waayo because of dhaxal adduun xumo waa aakhira xumo wey marka insha allahu tacaala waxaan kusoo gabagabaynayaa waqtigii waa taagan yahay saan filayo insha allahu tacaala fawaa'id aynu ka helayno si dhaqso ah haddaynu iscafino waxaynu ka helaynaa waxaanaad helaysaa qofow tii caafimaadka waynu sheegnay soo maaha waxaynu helaynaa inay noqoto in ilaahay subxaana wa tacaala ina jeclaado raallina inaga ahaado maanta caawa markaad dadka cafisid ilaahay waanu ku jeclaan raallina waa kaa noqdo sidoo kale araaxa nafsiya inaad raaxa aad dareemaysid insha allahu tacaala sidoo kale almawadda bayna afraadi lmujtamac lwaaxid dadkii walaalada ahaa haddaynu imika iswada cafino waynu isjeclaanaynaa waynu isu soo dhowaanaynaa dad walaala abaynu noqonaynaa bal u fiirsada waxaana idiin sheegayaa xadiis rasuulku sal ly slam inoo sheegay oo cabdillahi ibnu salaam uu yidhi xadiiskii khudbadii ugu horreysaa nebiga ka maqlay weye buu yidhi xadiiskan xadiiskaasina wuxuu ahaa yaa ayuha annaas afshu salaama baynakum dadkiina muslimiin dadka bini aadanka ah waa naas islaam keliya maah war dadkiina insaanka ah muslimiinta ugu horeeyeen afshu salaama baynakum halaysa salaam waxyaabahan waddanka ku arkay dhaqankan ku arkay imika markaan soo noqday waxaa ka mid ah qofku salaamiya ma jira ilaa uu ku yaqaano mooyaane haddaad qofka salaamu calaykum ku tirahdo wuu kaa naxayaa wuu boodaya wacalaykum salaam waramatulla waa talo miyuu ku yaa qaar baa dadka war waaryaa miyuu ku yaqaana ni talo dhinkaa ina salaama waad yaabaysaa rasuulkuna wuxuu inoo sheegay inaynu dadka salaamno kuwaynu garanayno iyo kuwa inaanan garanaynba laakiin imika qofkaas salaantid waa inuu ku yaqaano haddii kale ku salaami maayoba rasuulkuna muxuu yidhi ma idin tusaa wax haddaad samaysaan idaa facaltumuuhu taxababtum markaas aad isjeclaanaysaan waa salaanta salaanta qofowna qof hala dhaafin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qofna hala dhaafin salaanta ama garo ama yaadan garan marka insha allahu tacaala waxyaabaha jacaylka inoo keenaya irtifaacu makaanati lmar qofku markuu wax afiyo sharaftaadu kor bay u kacaysaa rasuulku xadiis muxuu ku yidhi waxa uu rasuulku sal slam uu inoo sheegay xadiis waxa uu yidhi wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizza rasuulku waxa uu yidhi qof addoonahay ilaahay uguma siyaadiyo markuu wax cafiyo ilaa sharaf mooyaane wallaahi inaynan caawa masaajka aynan ka siyaadsanayn markaynu ka baxno haddaynu dadka cafino ilaa sharaf mooyaane hays oran markaad wax cafisay waxaad noqotay qof liita
أما قف ضعيف الشيطان كوح كورنا يا هذا دتك عف سيد وحلوار كيا نين دبع سنة كلا سن قف دمر كلا سن بالوار كيا لكن قف هذا جسكدك ووح إنجو أبورن ويا human nature to defend ourselves سمعت قرن إنو انتقام سمعينو لكن وإنو opposite كنا قلنا شرفته وحنو كلنا إنو سعفنو سو اسمع عفنو إن شاء الله تعالى وحوي أنت يا إنك بدل نور كلمة بدل سير لها لكن وقتك يا علمادي أو أن آد الدالي أو واحد بدل أنا كوسو كردين يا إذا كان واحد بدل أنا إذا كوسو كردين رأي نهرت أنا قرت بركو ورسي عفية أنا ذهور فرستي تألف تي العفي صباحا صباح كلا إن شاء الله تعالى مسامح بين الله النهاي وحوي وحي وراك سنايا إرنا وفى من الله وحي خلدنايا إرنا وحوي فى من نفسي ومن الشيطان قفلوا وعاوا تشيل كيس كسيداء فرها غير هذيك الستاء صباح كلا فرها غير ومسامح بين هذاك عفي سيدوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته